وطبعا بعد كده طبعا عملية الاحتراف ووجوده في عدة أندية في مصر بقى، الأهلي، الاتحاد، الزمالك، ولكن طبعا مشوار طويل في كرة القدم، وأيضا نتمنى له التوفيق في مجاله الجديد وهو طبعا التدريب، وكارير مهم جدا للكابتن حسن مصطفى، انه ان شاء الله هينجح فيه بامر الله من خلال ادائه ومن خلال طبعا تركيزه في الفتره اللي جايه في هذا المجال. كابتن حسن، تحياتي لحضرتك. حبيبي يا كابتن فاروق، ازيك؟ اخبارك عامل ايه؟ ايه؟ وحشنا. كله تمام؟ كله بخير الحمد لله، ربنا ربنا يخليك يا يخليك كابتن. كابتن. المقدمه الجميله دي خليني اسالك في الاول يا كابتن حسن، يعني ما اعرفش تابعت النهارده مباراه سان داونز والوداد ولا ما تابعتهاش؟ يعني تخطيف كده، ان كان في مباراة تانية شغالة، بتاعت ليفربول. تشيلسي و... كان صلاح الاول بيلعب، ليفربول كان بيلعب وبرشلونه كان بيلعب في نفس الوقت، يعني برضه في ماتشات كانت بالظبط، حلوه فهي النهارده. دي كان الواحد بياخد شوية كده وحاجات كده طب تخطيف. تقييمك يعني فكره ان سان داونز ياخد البطوله دي يا كابتن، هل كنت متوقع ان فريق سان داونز ياخد البطوله على حساب الوداد النهارده؟ الحمد لله. يعني انا كنت متوقع امبارح، حتى وانا كنت في برنامج امبارح قلت سان داون هيكسب 1-0 او ممكن يجيب جون تاني، يعني لان النادي الاهلي والنادي وصن داون احسن فريقين في افريقيا، وهم الاثنين كنت اتمنى ان هم يلعبوا بعض في النهائي، بس هم قابلوا بعض في الطريق، يعني انت فاهم. فكان اللي هيكسب من الاهلي او صن داون كان هياخد البطوله، يعني ده كان متوقع. يعني بغض النظر عن الجانب الاخر الوداد يعني كابتن. طبعا طبعا، يعني مع احترامي لكل الفرق، حتى لو الترجي او الوداد او اي فريق تاني، على فكره المجموعه الثانيه كانت سهله لاي حد حسن يصعد صحيح. للنهائي. الوداد يعني كان سهل ان هو يصعد للنهائي. المجموعه الاهلي كانت سيمبا على سان داون، فرقتين اقوى من بعض، يعني انا شايف فرقه سيمبا فرقه محترمه، فرقه وحتى هتبقى بترو اتلتيكو اللي لعبها صن داونز كابتن كمان. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني المجموعه بتاعت كانت النادي الاهلي كانت مجموعه صعبه، وكلهم يعني فريق كوره، عارف يا كابتن فاروق، فريق كوره مش فرقه بتدافع وتلعب على الكونتر اتاك او بتستغل حاجه معينه، لا بيلعبوا الكوره، بيطلعوا من تحت لقدام، عندهم لعيبه كويسه كانت. لا لا يعني مجموعه كانت قويه يعني صراحه. برضو احنا بنتكلم على سان داونز وحصوله على البطوله دي يا كابتن، هل هيسبب مشاكل للفرقه بقى في دوري الابطال بعد ان انت طبعا بطوله بتاخد بيها ثقه، بتاخد بيها خبرات اكتر؟ وحقيقه سان داونز بيلعب كره حلوه يعني احنا بنستمتع بيها، بغض النظر طبعا ان هو خرجنا من هذه البطوله، لكن فريق ممتع الحقيقه، وعنده اللعيبه اللي تقدر تنفذ امور جماعيه وفرديه داخل الملعب. هل بعد هذه البطوله ممكن يصعب الامور على الفرق الافريقيه بما فيهم النادي الاهلي؟ كابتن فاروق لو تاخد بالك، يعني معلش اكيد طبعا اكيد واخد بالك من الموضوع دوت، سان داون ما دخلش فيه غير جونين في المجموعه في البطوله حقيقة دي. عدل الأمور كتير عنده في يعني الدفاع. في حاجات اتعدلت عنده، كان عنده الديفنس بتاعه كان وحش جدا، كان بيخش فيه اهداف كتيره، بيخش فيه بس كان بيجيب معدل اهدافه كان بتبقى عاليه، فهو بيحسن، هو بيطور نفسه سنه ورا سنه، فالسنه دي اتطور في الحته ديت، بقى يدافع كويس وبقى يهاجم كويس وبيلعب بره ملعبه كويس وجوه ملعبه كويس. ففادات يعني فريق صن داونز فريق كبير صراحه، زي النادي الاهلي، النادي الاهلي برضه نفس القصه، بيلعب جوه ملعبه وبره ملعبه، فدول اقوى فرقتين انا شايفهم في القاره، يعني انت فاهم. بتمنى ان ما يقابلوش بعض برضه في بطوله افريقيا، يقابلوا بعض في النهائي. في النهاية طيب، بما ان احنا